لا شك أن المرض النفسي يستدعي تدخل الطب النفسي لمعالجته، لكن بطل هذه القصة كان له رأي آخر بعدما نصب نفسه طبيباً لنفس المرض الذي يعاني منه. طوال 8 سنوات زاول مريض نفسي مهنة الطب داخل عيادته الخاصة بإحدى المحافظات المصرية، والغريب أنه تخصص في أمراض المخ والأعصاب وذاع صيته لندرة هذا التخصص في المحافظة، لكنه لم يتوقع أن يقع تحت طائلة القانون. بدأت الشكوك تلتف حوله بعدما حرر المرضى شكاوى ضده ليتضح بعدها أنه قام بتزوير شهادة مزاولة المهنة، فتم إلقاء القبض عليه. وأثناء محاكمته تعرض لحالة من الاهتزاز النفسي، الأمر الذي دفع المحكمة لإصدار قرار بإيداعه في دار للصحة النفسية. برأيك ما مصير مرضى الطبيب المزيف؟ إلا أقول لي يا أخويا. نعم يا أخويا. هو أنا كشفت ولا لسه؟ كشفت إزاي؟ هو أصلا أنت دخلت للدكتور؟ والله يا أخويا ما أنا فانك كده. وماله يا أخويا؟ نكشف مرة تانية.